بعد ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن تنعيم الرقبة، هنكمل النهاردة بقى مع إضافة تفاصيل الجلد. هنعمل طبعا في الأول لير جديدة اسمها نسميها ديتيلز أو تفاصيل، وهننسخ عليها اللير ماسك بتاعنا اللي بننسخه على كل صورة بنفس الشكل. طبعا بتضغط ألت تسحبه من الصورة اللي تحتيه، من اللير اللي تحتيه، الطبقة اللي تحتيه. بعد كده طبعا طالما بنرسم تفاصيل هنضطر ان احنا نعمل زوم ونظهر السكتش بتاعنا عشان نعرف مكان التفاصيل الرئيسية فين، زي ما اتفقنا ان احنا نرسم بعض التفاصيل بس في الصورة دي الناس تفهم التكنيك. وبعد كده لو انت حابب تزود كل تفاصيل الصورة ده بقى يرجع لك. وطبعا كل ما بتزود في التفاصيل الصورة بتكون طبيعية اكتر. هنبدأ نرسم التجاعيد اللي ما بين الحواجب، بس غمقنا الأول كده بالسكتش، أظهرنا السكتش ورسمنا على طبقة الديتيلز باللون أغمق عشان نعرف المكان. هنبدأ طبعا احنا لو حللنا السكتش التجاعيد دي هنلاقيها بس عبارة عن لون أغمق شوية من اللي حواليه وجنبي لون أفتح شوية، ده بيدينا الإلوجن على طول إن فيه تجاعيد موجودة. فهنبدأ بلون غامق، الأوست بتاعتنا 12، هنبدأ طبعا تدريجي براحتنا، والفلو برضو كالعادة 50. هناخد ألوان من الصورة، ممكن نغمقها احنا شوية لو حسينا ان الألوان اللي واخدينها من الصورة مش باينة قوي. بننسخ الألوان ونرسم. طبعا هو بدأ كده يظهر عندنا ان فيه تجاعيد شوية، طبعا بس كده احنا بعد ما بنرسم الغامق هنغمق كمان زيادة شوية نبينها اكتر، بنغمقها كلها، بنغمق المنطقة اللي في النص بس، ممكن نحتاج نغمقها اكتر واكتر بفرشة صغيرة. لو ركزنا في الصورة في المرجع هنلاقي في خط في النص اغمق شوية من اللي حواليه، ده في اغلب التجاعيد بتبقى نفس الشكل ده. طبعا نغمق اكتر ونبدا ندمجها بقى مع الالوان التانية اللي حواليها. هي كده واضح ان في تجاعيده بدات تبان بس مش مندمجه مع الالوان اللي حواليها وواضحه اكتر كتير من شكل الصوره. فنبدا نخفف الالوان شويه وندمجها مع اللي حواليها. ناخد الوان من الصوره بالالت روبر تول، ما ننساهاش، تضغط الت وتختار اللون اللي انت عاوزه، ده طبعا في حالة اختيارك للفرشة. ونبدأ ننعم واحدة واحدة. تمام كده بانت لحد كبير، ممكن بس نحتاج ان احنا ندمجها اكتر واكتر تبان بس طبيعية، او بنخففها ككل. خدنا لون من اللي حواليها ورسمنا عليها بس مرة او اتنين لدرجة لحد ما بتبقى مرضية بالنسبة لنا. بعد كده هنكمل في تظبيط المنطقة اللي حواليها ونعمها اكتر. بعد كده تقريبا خلصنا اول حاجة. في عندنا بقى ايه خطين موجودين، تجاعيدتين صغيرين موجودين في الجبهة، علاقتنا اليمين. هناخد لون اغمق شوية من الوسط اللي حواليه وبنفس الشكل هنبدأ نغمق تحت هنا، الخط عريض شوية وبعد كده بيرفع واحنا ماشيين في الاتجاه بتاع الإضاءة، او برضو تدريجي كده واحدة واحدة مش مستعجلين على حاجة. بدأ يظهر عندنا، هنتقل عليه شوية واحتمال نحتاج ألوان أغمق شوية يعني. بنغمق شوية، بنغمق طبعا بفرشة أصغر، نعمل خط في النص لأن حتى الخط ده نفسه بيبقى تدريجي، بيبقى فيه أكتر من درجة لون مش لون واحد. طبعا المفروض نكون فهمنا من
الكام دقيقة اللي فاتوا ان احنا هنحتاج نعمل جنبيه منطقة من الإضاءة تكون إضاءتها أعلى شوية من اللي حواليها، وبالتالي ساعتها هيبان ان ده دي تجاعيد في الجلد. الطريقة دي بتنفع معانا في كل التجاعيد، وبتنفع طبعا معانا في رسم مسام الجلد اللي برضو هنبقى ننوه عنها في نهاية الفيديو ده او ممكن اللي بعديه. ونختار لون فاتح ونبدأ بفرشة صغيرة نرسم جنب الخط اللي عملناه الغامق. مش باين قوي، ممكن نحتاج لون افتح شوية. طبعا انت بتتعلم التكنيك، لكن باقي بقى مشاهدتك انت نفسها ولقطك للتفاصيل. تقدر بقى تحدد المناطق او الالوان اللي محتاجة تتخفف اللي محتاجة تتفتح عشان تبان طبيعية. طبعا هنا بانت شوية، وطبعا ده بيفرق في شكل الصورة العام، في فرق اكيد عن لو ما كانش فيه تفاصيل. وما بتكتمل بقى في الاخر مع بعض بتبان اكتر واكتر. هنا لسه مش مظبوطة شوية، نخففها أكتر. لأن طبعا الجيدة تانية موجودة في الجبهة، المنطقة دي مش متظبطة قوي، لسه فيها إضاءة أصلا فوق الحاجب موجودة، احنا ما ظبطناهاش قوي في أثناء التنعيم، فهنحاول إن احنا نوصلها للشكل الطبيعي شوية. هنرسم بلون أفتح واخدينه من الريفرنس في المنطقة اللي فيها إضاءة، وندمجه مع اللي حواليه شوية. تمام، هندمجه شوية مع اللي حواليه، وفي فوقيه خط غامق باين في الجبهة فوق الإضاءة دي بشوية. هنحاول برضو إن احنا نغمق المنطقة فوقيها سنة. والتجاعيد الواضحة جدا اللي باينة في فورتو ممكن نتقلها شوية بحيث تبان زي الصورة. بلون أغمق بنرسم عليها وبنغمق كمان أكتر وأكتر بفرشة أصغر. المنطقة دي تكون أغمق شوية في الصورة، فممكن نرجع نعيد عليها. كده وضحت اكتر. بنغمق المنطقة اللي حواليها زي ما قلنا بالمشاهدة كده، ما هيش قوي زي الريفرنس، فبنغمقها شوية. بعد كده بنضيف الإضاءة اللي حوالي أو اللي تحت التجميدة، وندمجها مع اللي حواليها بنفس الطريقة. أعتقد كده أفضل من الأول، والصورة ككل طبعا أفضل شوية. بس مكملين مع التفاصيل اللي موجودة في المنطقة دي. مش منطقة
هتضطر طبعا في الاول تعمل كل الكلام ده، بس انت بتحاول تطبق مع الكورس، وواحده واحده تلاقي نفسك اتعودت على انك تكتب التفاصيل. نزلنا برضو بنغمق المنطقة اللي حواليها شوية عشان تبقى مماثلة للريفرنس، وطبعا أي حاجة بنغمقها أو بنفتحها احنا بنعاها مع اللي حواليها بحيث إن هي تبان طبيعية، يبان شكل الجلد الحقيقي اللي في العادي مبيبانش فيه أي خطوط ما بين الإضاءة والظل إلا في الأماكن الواضحة جدا، يعني ممكن تحت الرقبة، الخيار اللي بتعمله، الودن، حاجات كده بس معينة اللي ممكن تلاقي فيها خطوط. هنا طبعا بنعمل نقط من الإضاءة زي اللي موجودة في الريفرنس، موجودة بدرجات ألوان مختلفة، هتدينا في الآخر انطباع طبيعي شوية. كده بانت حدة الجبهة بتاعته أكتر كتير من الأول، بقى فيها منحنيات زي الحقيقة. زي ما اتفقنا كل شوية طبعا زوم ان وزوم اوت بتشوف تقيم الشغل بتاعك. اهو كده الى حد كبير النتيجة مرضية. هنغمق هنا سنة، نبين الكيرف الحقيقي اللي موجود في الصورة الأصلية، ندي شوية تفاصيل بسيطة بالنعم أكتر المنطقة دي بالأوباسيتي 9 أو أقل، حاجة أقل من 10 يعني. طول ما انت شغال لو حسيت ان لسه في منطقة محتاجة تتظبط شوية بترجع للطبقة اللي انت شغال عليها اللي انت اشتغلت عليها قبل كده، تكمل في تظبيط الصورة زي ما انت شايف. طبعا بتستمر الصورة معانا في التحسن، ممكن حد يكون كان شايفها في الاول كويسة والجلد متنعم وتمام، لكن طبعا مع الوقت ومع التظبيط طبعا اكيد بيتحسن اكتر. اعتقد كده الجبهة الى حد كبير بقت معقولة كتير جدا طبعا عن الأول، وخدت الإحساس الطبيعي شوية، بقيت بتبص لها دلوقتي تحس إن هي طبيعية أكتر. ده طبعا الفرق ما بين قبل وبعد، لما الصورة تكمل ككل هتحس بالفرق الأكبر لما كل التفاصيل تبان. اعتقد كده احنا بقى داخلين على التجاعيد اللي تحت العين، عندنا طبعا واضح التجاعيد تحت العين، وطبعا التجاعيد الكبيرة او الخط اللي موجود فوق العين. هنحاول ننعم المنطقة اكتر من كده، وهنبدأ في اضافة بعض التفاصيل، الخطوط اللي موجودة تحت العين اللي زي ما انتم شايفين دلوقتي مش طبيعية خالص، هتبص لها تحس ان في حاجه مش مظبوطه. مجرد ما بنضيف التفاصيل شويه هتبدا احساس مختلف. في عندنا بس نظبط الاضاءه في المنطقه دي ككل، الالوان يعني شويه، وبعدين هنبدأ في إضافة التفاصيل.
في عندنا اعتقد تجاعيدين كبار موجودين تحت العين، وبعد كده شوية تجاعيد بسيطة كده حوالين العين من بره، ممكن نضيف أهمهم. ده تجاعيد هي كبيرة تحت العين، واخدة من أول العين تقريبا، محوطاها خالص من تحت، وفوقيها من النص اللي بره تجاعيدها كمان. هنحاول كده نوصل للشكل الطبيعي. طبعا دي منطقة من الإضاءة أكبر ما كناش مظبطينها في التنعيم. طبعا فايدة بقى اللايرز إنك تقدر تظبط حاجة مرة واثنين وثلاثة زي ما تحب، تقدر تعدل. بالنسبة للأوكاسيتي طبعا انت بتشتغل زي ما تحب، الشكل اللي تحس انه بيحقق لك الراحة وانت شغال. كل ما بتكون اخف طبعا بتاخد وقت اطول، كل ما بس اقل الشفافية اقل بتاخد وقت اكبر، بس ممكن تدي لك نتايج احسن بالذات في الاول. نظبط منطقة الظل شوية زي ما احنا شايفينها، من اللون اخف شوية في الرسمة ومن تحت اغمق سنة. ندمجها مع اللي حواليها شوية. نطمن على وقت الفيديو، بنعيد ونزيد في موضوع الرفع على اليوتيوب، بياخد وقت شوية شويتين الحقيقة. هنضيف المنطقة الغامقة اللي فوق العين، المتابع من أول الكورس طبعا عارف إن أنا بعاني دلوقتي في المنطقة دي عشان الإضاءة الضعيفة بتاعت الشاشة، بس هنحاول كده على قد ما نقدر. بنرسمها ازاي؟ ان احنا بنغمق المنطقة اللي حوالين العين ككل، وبنبدأ طبعا بيبقى فيه خط اغمق جدا موجود في على الطرف بتاعها، فاحنا بنغمق المنطقة كلها، وهنيجي على الطرف بتاعها بناخد بلون اغمق شوية وبفرشة اصغر، نحدد الخط الاساسي عشان يبين التجاعيد اللي موجودة. يعني هو الموضوع عبارة عن في الاصل حتى ان الجلد داخله شويه، وبعدين تحتيها ظل، احنا زي ما انتم شايفين بنغمق شويه، ممكن نحتاج نغمق بفرشه اصغر كمان، وبناخد على الطروف بتاعتها بحيث تبان التجاعيده ويبان اللي تحتيها باللون الاخف كانه الظل بتاعها. وفي اوقات طبعا بنحتاج ندمجها شوية مع اللي حواليها. تمام بقى شكلها احسن شوية طبعا، بس اعتقد محتاجة شغل اكتر، او ناخد اللون الاغمق خالص وهنرسم بفرشة صغيرة
في على الخط الاصلي بقى اللي احنا واخدينه اللي هو في النص يعني، يبقى فارق شويه عن لون الظل. وبعد كده بنكمل على الطروف بتاعت الظل. غمقنا اكتر بنسبة الدرجة بتاعت اللون، وهنمشي على الخط بتاعنا. نفس الشكل طبعا بيبقى بس قليل، وممكن ندمجه شويه صغيرين كده مع مستمرين كده اضافه الظل او الدمج يعني مع الظل. بنشوف اللي احنا عملناه، اعتقد كده احنا وصلنا للنتيجه مرضيه ككل في التفاصيل، وهنكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي مع باقي التفاصيل اللي تحت العين، التجاعيد اللي كانت تحت العين. طبعا الكمبيوتر هيستنى بس مش مشكله، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.